السلام عليكم، معكم رحمة بن عيش، 39 سنة، عندي جوج الأولاد، فاطمة الزهرة وسي محمد. فاطمة الزهرة في لافاك هي حدايا، ومحمد في الثامنة في الإعدادي. جيت نعرف لكم القصة ديالي. أنا كنت مجوجة بواحد السيد من قنيطرة، 19 عام وأنا مجوجة به، النص ديالها ولا النص الكبير ديالها جوزتو في العذاب معاه، الضرب، الإهانات، يعري لي لحمي في الزنقة، يقطع لي حوايجي في الزنقة، الضاق حدا الوالدة ديالي، صبرت حتى عييت. صافي ديك الساعة تاك ما بقاش كيصرف، ما بقاش كينفق على ولادو، ما بقاش كيخلص الكرا ديال الناس، طلعت عليه ثلاثة د المنيول. صافي مولا الدار خرجتنا، مشى كرا في جهة أخرى، ديك عاون ديك في ديك جهة أخرى، مشى رهن الحالة المدنية، ما كانش كيخلص، مشى رهن الحالة المدنية دولادو. ديك الساعة ديك صافي مول الدار ساعة خرجنا كيخرجنا حوايجنا، ناض هو هز ماليطة د حوايجو، قال لي تهلا في ولادك ودبر راسك. ديك الراجل قال لي غنعطيك ثلاث ايام مول الدار، ثلاث ايام شوف فين تمشيتي انا وهاد العواول. جبرت انا ديك الساعه دورت على الجيران مساكن الاكثر خيرا، جمعوا لي، مشيت كرت في واحد الكراج، ديك الكراج بقيت فيه عام وشهرين ولا عام وشهر. دابا ديك السيد احتاج الكراج ديالو، مشيت جمعوا لي عاود جيران مساكن اكثر خيرا، معاو كراو لي واحد السكينه 130 الف فرنك فيها الماء فيها الضو. صافي ديك الساعه تك ملي طلع لي ما نعيط صبر عيط صبر، مشيت نرفع ملي مشى هو هز حوايجو خلى ديك الراجل كيخرج لي حوايجي، مشيت انا نرفع الدعوه ديال الطلاق الشقاق. صافي ما كانش كيحضر معايا، حضر معايا جوج المرات. ديك الساعه تك صافي ديك الساعه تك طلقتني المحكمه منه، طلقتني غاب شحال 4 اشهر ولا 5 اشهر ما كانش يصرد، من بعد جمعت عليه جا عطاها لي. ودابا عاود من شهر تسعود، شهر تسعود دابا ما عطاني حتى درهم، انا جالسين نقسم بالله، دابا ربي اللي عالم وصافي. انا جيت من الحومه الحدد حتى لهنايا، جيت على رجلي انا وبنتي، ما عنديش حتى فلوس ديال الطاكسي، ما عنديش، يا ربي اللي عالم بيا. ديك الساعه صافي ديك الساعه جيت في حالي، صح مشى في حاله هو، ما عرفتش حتى فين هو دابا، بصح كنت نعرفه عارف فين هو. ودابا اللي كان كيسمعني هو، انا ما خصني منه حتى شي حاجه، انا خصني عيسر العين، فقد ولادو. انا بنتي كتقرا مني كيقرا، بنتي كتقرا تبارك الله من الاوائل، من الشواهد ديالها كلشي، ما خصنيش نضيعها. الدار ديالنا في الباديه، ما عندها مشي وما فحالها مشي، الوالد عندي متوفي، مريطه بالقلب، طونسيو، ها الاوراق ديالي من شهر 2015 ما مشيت للطبيب، مشيت للطبيب داوني الناس قالوا لي ملي سالي لك الدواء رجع عندي ضروري خصك تبع الطبيب، ها انا ما رجعتش من 2015. دابا كنطلب من المحسنين يساعدوني غير في الكرا، انا كيوقع لي مشكل عين في الكرا، الجوع خنقه بالجوع ماشي مشكل، انا خصني عين الكرا، ما خصنيش يطلع لي الكرا، لو طلع لي الكرا يخرجوني الزنقه، انا ما خصنيش نضيع بنتي. ما خصنيش ولادي يضيعوا لي، انا خصني يقراو، لا خرجت انا الزنقه ولادي فين فين غينقيهم، انا كنخاف عليهم من الهوا، كنخاف عليهم، انا معروف عند عائلتي انا كنخاف على ولادي بزاف، تجي فيا وما تجيش فيهم، هادشي كامل هو اللي يسبب لي نصبر انا عليهم، هادشي كامل باش تركب فيا هاد القلب وهاد الطونسي وهاد الاعصاب. ودابا كنطلب منكم عي تساعدوني غير في الكرا، الكرا اللي كيوقع لي معاه مشكل، ما كيوصل ديك الشهر ما كنجبرني نعطيها بالراس. مشيت عين الجمعيه، مشيت واحد الجمعيه قالوا لي زعما مشي للجمعيه يعاونوك في الكرا ولا يعاونوك في المصروف، مشيت قالوا لي حنايا ما كنعاونوش المراه مطلقه، كنعاونو الراجل، المراه اللي ماتلا الراجل يتيمه، هذيك اللي كنوقفوا معاها، اما المراه مطلقه ما كنوقفوش معاها، ويعني ملي كيشدوا لي الباب في وجهي انا فين غنمشي، يلا نمشي نقي شي حاجه د الحرام، انا ما نقيش شي حاجه د الحرام، انا خصني شي حاجه د الحلال، والخدمه ما كنقدرش نخدم، قال لها مشيت نجفف، ما كنقولش انا سمريطه، نجفف سيدة شي درت شي عماره ولا نغسل القشعيده في شي فرح، كيتعاونوا معايا الناس وصافي. شي مره اللي كنبقى بالجوع قسما بالله، الا كنمشي ندق على الجيران كيعطيوني ناكل قسما بالله، باقي ما فيها مد الروح، اجي وسقسي وهادشي كامل اللي كنقولوا راه بصح. انا ملي جيت عندكم حتى دقوا البيبان في وجهي، كان ماشي سهله عليا نجي اذا نطلب، راه ماشي سهله. والله يجزيكم بالخير، الله يرحمكم الوالدين، ولا لا يوقفكم في هذا الموقف اللي انا فيه دابا. كنتمنى منكم تعاونوني، ها الرقم ديالي على الشاشه، وكنشكر شوف تي في بزاف اللي وقفت معايا، يعني ان شاء الله البارح حضرت معاهم في الحين، ربوا لي الطلب ديالي، الله يجزيكم بالخير، وكنتمنى يساعدوني، يساعدوني الله يرحمكم الوالدين، انا محتاجه بزاف. السلام عليكم،
انا الابنه ديال رحمه 18 سنه وكنقرا في سنه اولى في الجامعه اقتصاد. صراحه الله يعني ما جينا يعني حتى جميع الابواب تشدوا في وجهنا. يعني انا دابا في عمري 18 عام و 18 عام كامله قوس سمحيتي كامله عذاب في عذاب. بابا دائما كان كيضرب ماما يوميا، يعني كان دائما كي دائما ديك العنف دائما كاين، دائما خوفين منه غير كنشوفو غير الضو شعل صافي هواجه كنوض فينا واحد الرعب صافي. ديك ساعتها كما ملي مرطت بالقلب وما قدرتش انها هادي تستحمل فيما كانوا كنبغيو يصدعوا ولا كان كيضربها صافي كانت كتسخف، وهادي كان طلعوها محمد الخامس عاود وروينا وهذا صافي. ديك ساعتها ما قدرتش انها هادي تستحمل، ديك ساعتها صافي رفعت دعوه ديال الطلاق وطلقت. فاش طلقت بابا جمع حوايجو وزاد وخلانا، يعني اصلا يعني جمع حوايجو قبل حتى ما يطلقوا بشي شهرين وقيله ولا اكثر. جا مدة كيخرجنا حوايجنا الزنقه، يعني هو كأب في ديك الحاله يعني اي اب ما خصوش يسمح في ولادو، بالعكس هو ديك ساعه تكنض جمع حوايجو وجمع واحد المطا واحد المخده وشاف فينا هيدا قالنا بسلام عليكم، وشاف ما قال تهلا في العيال زاد وخلانا. ما عرفتش اش من قلب عنده، يعني ما ماما اصلا يعني عمرها ما عملت شي حاجه اللي كتستاهل هادشي هذا كامل، ونفترض انها بصح وقعت شي حاجه ولادها وما طلقوا، حنا كنبقاو ولادو. هو طلق هو وماما ما طلقناش حتى حنا كنبقاو ولادو. انا كنبغي نقول له غير صرنا غير المصروف ديالو يعني اللي حكمت له المحكمه، يعني هادشي اللي كنطلب وكنطلب يعني من المحسنين حتى هما يعني يعاونونا، حيتاش بصح يعني حنا محتاجين بزاف صراحه الله. يعني دقينا جميع الابواب، اي جمعيه كنسمعوا بها يعني كيعاونوا الناس ولا هذا كنمشيو عندهم كيقولوا لنا حنايا كنعاونوا غير الناس يعني اللي ما عندهمش، يعني غير الناس اللي ما عندهمش الاب ديالهم يعني اللي متوفي لهم، يعني غير اليتامى صافي. اما صافي يعني اللي مطلقه ولا سمح فيها الراجل ديالها ما كيعاونوهمش صافي. هادشي اللي عطى الله، وشكرا بزاف لشوف تي في حيتاش بصح يعني هاد الاذاعه الالكترونيه يعني الصراحه يعني شكرا لكم بزاف تاش كتعاونوا الناس وهذا، وهادشي اللي كاين وسمحوا لنا بزاف.